سل الغني من الذي أغناه؟ وسل القوي من الذي قواه؟ وسل النبي المصطفى من بالخلق الكريم كاساه؟ وسل الأعمى الذي يمشي في الطريق بلا دليل ولا قائد من الذي يقود خطاه؟ وسل البحر الذي تتعارك فيه الأمواج من الذي أجراه؟ وسل الجبل الثابت الذي لا تحركه رياح ولا تؤثر فيه أمطار من الذي أرساه؟ وسل العسل النحل من الذي حلاه؟ وسل العسل المصفى من الذي صفاه؟ لو سألت الكون بأكمله لنطق ذلك هو الله. هيا بنا إلى القرآن الكريم الذي هو شفاء للصدور، يتلوه على مسامع حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية الذي لقب بسفير القراء لكثرة سفره إلى الخارج، والقارئ المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والحاصل على أول مسابقة للمزمار الذهبي، ألا وهو صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ عطار الهداوي، فليتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة النبي محمد. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم
لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة علينا إنا كنا فاعلين
وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن هل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون قال رب احكم
ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدراك ما الحق. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدريك ما الحق. كذب سخرها عليهم سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقي.
الخير فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ضالا
ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي يبهى كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي عبدا إذا صلي أريت إن كان على الهدى أريت إن كان على الهدى أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت إن كان على الهدى أريت إن كان على الهدى أرى
أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعب واسجد واقترب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم غافه يا ربنا واعف عنه، اللهم أكرم يا ربنا نزله، ووسع يا كريم مدخله، واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه يا ربنا من الخطايا والذنوب ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله يا ربنا دارا
خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إنه نزل بك ضيفا فلا تعذبه وأنت غني عن ذنوبه يا حنان. اللهم جافي القبر عن جنبيك يا كريم. اللهم انقله يا ربنا برحمتك وعظمتك من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت التراب وتقطعت بنا الأسباب. ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات. ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك بسر ثواب الفاتحة. بكت عيني كثير وسار الدم على الخد يسيل فسألتها ما يبكيك يا عيني؟ قالت مات من كان في الدنيا أصيل. فقلت لها لا تبكي فليس هناك للموت بديل بل الموت نهاية كل صغير وكبير. عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور تله على مسامع حضراتكم صاحب الصوت العذب والنغم فضيلة القارئ الشيخ عطر الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد حرارة المقيمين بزاوية صقر. باسم عائلات صقر نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه البلدة الطيب أهلها.